ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم كلنا وشيخنا واجمعنا معه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمه واسعة ورفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في صحيحه كتاب الجهاد والسير: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله محمد المسندي، نعم صغر سبت الأمين، نعم. قال حدثنا معاوية ومعاوية بن عمرو من الثقات الأثبات. قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق الفزاري أم أبو إسحاق السبيعي؟ من موسى بن عقبة الفزاري، أبو إسحاق الفزاري من الثقات الأثبات الأولى جماعة. قال عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة من خيار التابعين. عن سالم أبي النضر، سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد، كان كاتبا له من خيار التابعين أيضا. قال ثقة. قال عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد النار وكان كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. عبد الله بن أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، وقال عن أبيه عندما أعطى الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. قال سالم كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسبوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم منصورنا عليهم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا الحديث فيه جمل، نعم. معنى هذا الحديث أيضا قد قاله بعض العلماء أنه نظر بالاستبشار بالرياح، لأن الإنسان قال نصرته مسيرة بالرعب مسيرة شهر، وهذه كانت أسباب كثيرة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، منها الرعب، ما يسمع به أحد إلا تزلزل يسلم، نصرته بالرعب مسيرة شهر. وأيضا قال نصرته بالصبا وأهلكت عاد بيش بالدبور، وهذا معناه أنه أيضا ناصر له، يعني هو أهلك الله أعداءه بهذا الدبور كما أهلك عاد بالدبور فيكون ناصرا له أيضا. فلذلك كان يتحان الأوقات التي يكون فيها هبوب الرياح، وتكون هبوب رياح النصر من باب أيضا الفأر. المسألة الثانية أن هذا من باب الفأر بهبوب رياح النصر. شوف لما نزل صباحا على أهل على خيبر انتظر حتى طلعت الشمس، فطلعوا المساحي فلما نظروا إليه قالوا محمد الخميس، قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المدرين. وهذا من باب الفأر عندما تهب رياح النصر، يا رب أين الرياح هذه من عندنا في زمننا، لا نرى شيئا من هذه الرياح لأننا قد أبعدنا كل الأسباب لتأتي. يغفر الله لنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. وأيضا في المطر تفاؤلا بذلك، ها بسرعة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ها وينزل من السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تهب رياح النصر، لذلك يؤخر الحرب حتى تزول الشمس، وده معنى الإبراد، كأنه كان أيضا يؤخر الظهر من أجل الإبراد، معنى الإبراد لأن الحر ممكن يكون يثقل المجاهدين، ففي في في الإبراد يعطيهم الخفة عند القتال والقوة. فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر زوال الشمس وبعدها يسير سيرا إلى القتال، يعني يكون بوقت الإبراد وهبوب الرياح وتكون تفاؤلا أنها هي رياح النصر. نعم. في البخاري في الجزية والمودعة من حديث النعمان بن مقرن قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر
يعني لم يقاتل في اول طلعت الشمس بعد بتطلع الشمس في اول النهار يعني اوقات مباركه في اول النهار انتظر حتى تهب الرياح او الارياح وتحضر الصلوات ولانه شوف يعني امران ينتظر حتى تاتي مواعيد الصلاه لانهم لو صلوا ودعوا فان الدعاء مستجاب في السجود وفي الصلاه فقالوا انه يستجاب لكم فاكثروا اجتهدوا في الدعاء او اكثروا الدعاء في السجود فقالوا انه يستجاب لكم فينتظر للصلاة ثم بعد ذلك شوف فينتظر للصلاة وبعد ذلك ينظر ينتظر هبوب الرياح. رواية الترمذي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس بركة فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم يعني كان يقول أنما تنصرون ضعفائكم بدعاء الصالحين من ذلك لكن كما قلت نستخلص من هذا هو مسألة التفاؤل وهي مسألة عقدية مهمة جدا فيها علو روح الروح المعنوية والقوة في هذا الباب ومن تفاءل الخير من الله جل وعلا إيش يجد طب يجد دي على أي سبيل سأت الظن أحسن الظن ما بس أنا عايز سبيل أحمد أحسن الظن ماشي أحسن الظن يا معلم أنت بترفع إيدك ليه أنت بتعمل كده يعني تضحك علي ماشي يا شيخ أول شيء إذا أراد الله هيئا شيئا هيئا إيه أسباب الأمر الثاني بقى المهم جدا والله لولا أنه أراد ذلك ما طمعهم فيه ودي من التهيئة هو لا لولا أنه أراد ذلك ما طمعهم فيه فأوزع في قلوبهم ما سيحققه له على إثر إيش وهم يطمعون قال لم يدخلوا وهم يطمعون قال والذي نفسي بيده لولا أنه أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيه لولا أنه أراد أن ينصرهم ما طمعهم في ذلك بقلوبهم وذلك كان متمكنا أبو بكر في قلبي قال والله إن الله سينجزك ما وعده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال أبشر هذا جبريل يأخذ بعناني فور سيقاتل معنا هذا جبريل يأخذ بعناني شوف الملكة جاءت تقاتل والله الملكة ممكن تقاتل معنا والله إذا قاتلنا أهل الكفر براية ولي الأمر وكانت حقا لكن المسألة تحتاج إلى الإخلاص بل يقاتل معك أهل البدع وأنت تدافع بالسنة فقط كن صادقا تدعو إلى الله لا تدعو لنفسك فقط ارفع الراية له هو لوجهه هو لتحقيق قضية الكون الكبرى فقط سترى كل الملائكة معك الحجر والشجر والملائكة معك أنت تجلس ترى الله يطير كلامك نصرة وأنت لا تدري كيف طار الله جل وعلا يفعل ذلك نعم هل فؤاد مستنبطة تحين أوقات الإقدام من حنكة الوالي أو الكبير فكانت حين رياح النصر الفأل أصدق الظن الفأل أصدق الظن ذاك عائشة بعد كل ما سمعت وبكى ورقى الدم في عينها قالت ليس لي ولكم مثل إلا كما قال أبو يوسف ليوسف إلا إخوة يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع ويظنت أن نفسهم سار الرؤيا الآن لا ده نزل قرآن يطلع ليوم الدين ببراءة عائشة المبرأة الصديقة بنت الصديق فضل الصلاة وإنما تنصرون بضعفائكم كان يقاتل بعد الصلاة لما؟ لأن في الصلاة إيش؟ المؤمنون يرفعون الأيدي يدعون وهم يصلون يدعون والدعاء يتوافق فيستجيب الله جل وعلا ويكتب النصر يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.